لا ليست مستغلة حقيقة. أكبر كارثة لاحظتها في حياتي في هذه الفترة هي الشباب. أين تجد الشباب الليبي؟ 90% منهم وين؟ تمشي المقهى تلقى المقهى مردوس شباب يشتغل. نعم. تمشي للمطاعم، للإفكوات، للأكشاك، للكتائب الأمنية، للوظائف، الوظائف التي مستواها معنويا. وطبعا كل مهنة شريفة وكل مهنة مهنة الحمد لله الله سبحانه وتعالى قبلها، ونحن خلقنا لنعمل مهما كانت المهنة، لكن هذه ليست أماكنهم. الوطن في حاجة إليهم في مواقع أخرى. جاء شبابنا في 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 الشوارع مرة أخرى، في الأكشاك، في السمفروات، في الحراسات، في المقاهي، في المطاعم، في السواقين تاكسي، شباب كالورد تسأل يقول لك أنا وصلت إلى ثالثة جامعة، أنا وصلت إلى رابعة جامعة، أنا خريج مش عارف أنظر شنو، أنا ما إليه. أين الخلل؟ أين الخلل؟ يعني لما كنت في مقاعد الدراسة في سنة رابعة كلية العلوم في ليبيا وصلتني رسالة تعيين. نحن قبل أن نتخرج تصلنا رسالة تعيين، لأن الدولة كانت تخطط، عارفين كم خريج عندك من جميع الكليات، وشوفوا سوق العمل، يحاولوا أن يكون سوق العمل مناسب للتعليم أو التعليم مناسب لسوق العمل. قبل بل نتصور لما جي أنا جتني رسالة شخصيا تم تعيينكم ومش عارف إيش في مركز البحوث الصناعية، وأنا ما نبيش تصور، ما نبيش مركز صناعي، نهرب نهرب، نبي في مؤسسة أخرى، نبي مثلا في الطاقة، في الهيئة العامة للمياه. وفعلا تحصلت على المياه. يعني تصور إلى هذه الدرجة كانت الدولة تدرك الأعداد الخريجين، تدرك أن هناك خطط استراتيجية. زمان كنا نسمع الخطة الخمسية، الخطة العشرية، جاهزة جاهزة لاستقبال هؤلاء الخريجين. يعني النكبة أخي الكريم، خريجين في الشوارع بدون حساب، لكن أعمالهم مرة أخرى لا تناسب الجهد العلمي والتعليمي الذي مروا به. فهذا طبعا الدولة بأكملها ستسقط، المجتمع بأكمله يعني لن يحقق أهداف اللي يفترض أن هناك أهداف وخطط استراتيجية للدولة وما إليه. الخلل كبير جدا جدا أستاذي الكريم، الخلل كبير. هذه جزئية. أقصى وأعنف ما يسببه هذا الأمر أستاذ نادر والكلام للمشاهدين الكرام، أقصى ما يسبب هذا الأمر الإحباط في الطلبة اللي ما تخرجوش مازالوا. لاحظت حاجة في قاعات التدريس عندي، لاحظت أن يعني طلبة ما شاء الله بنات وأبناء على قدر عالي من النشاط والطلاقة والذكاء والكذا، لكنهم يعني يكتفون بالحد الأدنى من النجاح، مجرد تصفيات المواد وخلاص. فحقيقة حركني هذا الأمر للسؤال والاستبيان، يعني شنو الإشكالية، شنو المشكلة؟ فأغلبهم يعني على الأقل جميع الإجابات، أغلب الإجابات، وليش نشتغل ونجتهد ونقرأ ونتعب ونصر، بينما الشباب اللي تخرجوا قبلنا قاعدين في الشوارع. إذن إحباط، إحباط حتى يعني غير مباشر، برغم ذلك الشاب يعاني من عدم حصوله على عمل أو تعيين، وذلك الشاب يرى في نماذج أمامه يحبط هو الآخر. فحقيقة هل طاقات الشباب مسبب؟ بالعكس، أنا أعتقد أن وقع عليهم ظلم كبير واستغلال، وصل حتى تسييس الأمر. يعني إذا كان أنت لم تفتح لهم هذه المجالات فبالتأكيد بيدخلوا لأي مكان، حتى الكتائب، حتى الشباب اللي في الكتائب. هذه مسكينة أسرة فيها 6-7 أبناء، 4 بنيات، شباني الوحيد هو اللي يشتغل، يعني أينما تفتح له يتوكل على الله، حتى في كتيبة ويقتل ويقاتل ومش عارف انظر شنو مسكين. وقد ولذلك أخي الكريم أشكر مرة ثانية هذا البرنامج على لمسي هذه القضايا الحساسة جدا جدا، وعلينا وعلى الدولة أن تؤدي واجبها بقدر المستطاع. هناك الكثير تستطيع أن تقوم به الدولة.